ومضتنا اليوم رح تاخدنا برحلة للنسخة الأولى من كأس العالم اللي كان بعام 1930 واللي صارت بالأورغواي. فبعد اختيار قوائم المنتخبات أقلت باخرة كونتي فيردي الإيطالية اللاعبين الفرنسيين والرومانيين والبلجيكيين إلى الأورغواي. المستغرب كمان أنه أقلت اللاعبين البرازيليين أيضاً من مرفأ ريو دي جانيرو. وكان أبرز المواقف الطريفة اللي حدثت خلال تلك الرحلة هي تأدية اللاعبين للتدريبات على متن الباخرة مع بعضهم طوال أيام الرحلة. طبعاً بهديك النسخة توجت الأورغواي بلقب البطولة.